بعد مجموعه من البرامج النضاليه التي سطرتها التنسيقيه الوطنيه جاء هذا المبيت الليلي الذي قمنا بتجسيده بعد معتصم انذار نمدد فيه الحكومه بغايه ان تستجيب لمطالبنا العادله والمشروعه واللي كتمثل اساسا في اسقاط مخطط التعاقد. جاء هذا المعتصم يعني تحت شعار دفاعا عن المدرسه العموميه، ولكن للاسف نتقابل يعني من الوزارة الوصية على جميع القطاعات اللي هي وزارة الداخلية بقمع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبحصارهم، وفي هذا طبعا المعتصم الإنذاري الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. ونحن نعلن للرأي العام الدولي والوطني أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لن ترفع معتصمها إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد الذي يضرب في مجانية التعليم ويجهز على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في الوظيفة العمومية. ونقول نحن كتنسيقية وطنية للأساتذة الذين فرض علينا التعاقد أننا اليوم يعني نندد بهذا الحصار القمعي طبعا الرهيب الذي تم في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونقول أننا مستعدون لنقدم 55 ألف سرير في مستشفيات على المستوى الوطني لكي نفضح مهزلة التعليم ونفضح كذلك مهزلة الصحة. وبهذا الصدد نقول أن سيكون لنا رد قوي، ولكن هذا الرد القوي لن يكون بالعنف، لأن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لا تتبنى العنف، وإنما عن طريق المساس بشكل مباشر للحكومة وعن طريق شل حركة التعليم والتصعيد من الحركات الاحتجاجية الراقية والراقية جداً.